وركات ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده ان شاء الله عن بايثون سكريبت عشان يتست بالك اوف اي فيز اجينست الداتابيز بتاعت ابيوز اي بي داتابيز. ممكن تتست لحد 1000 اي بي بير داي، ده على حسب الليمت اللي هم عاملينه، بس انا جربت اكتر من كده ومفيش ايرور طلعت لي ولا حاجه. فيعني بس هم كاتبين على الويب سايت بتاعهم ان هم ليميتد ل 1000 اي بي بس. احنا هنستخدم الاي بي اي، اي بي اي فيرجن 2، هنتكلم اي بي اي فيرجن 2 وهنتشيك، هنستخدم التشيك الاوبشن بتاع التشيك. ما اعتقدش ان احنا محتاجين ان احنا نريبورت ونحط حاجه في البلاك ليست ولا اي حاجه من الحاجات دي. علشان اتشيك على اي بي باجي اعمل كده زي ما هو مثلا كان مثلا اي بي ده، باجي تشيك مانوالي كده عشان اشوف الاي بي ده ريبورتد قبل كده ولا لا، ويديك شويه ديتيلز كده، مثلا الاي بي ده من تشاينا ريبورتد ان هو بروت فورس، يعني الكلام ده كله. فانا هحاول ان شاء الله بالسكريبت ان احنا نطلع الداتا دي في سي اس في فايل او في اكسل شيت. طبعا على حسب ما انت عايز، انت في السكريبت بتاع فيروس توتال كنا لازم نستنى ونويت شويه 15 ثانيه وبعد كده بنبعت تاني، ولكن في هنا في ابيوز ما فيش ان انت، يعني مش شرط ان انت تويت، ممكن ان احنا نبعت unlimited requests per minute او per hour. خلينا نشوف السكريبت الاول بس ونفهمه. اول حاجه انا هامبورت الموديولز دي، هامبورت requests requests علشان اعمل الويب ريكوست او اكلم الاي بي اي، جيسون علشان هاندل الفايل او هاندل الداتا اللي جايلي منها واحولها لجيسون، بانداز علشان اقرا السي اس في فايل هنا، سي اس في علشان احول الديكشنري او احول الداتا اللي جايه على هيئه جيسون احولها لايه؟ للديكشنري، وبعد كده هحولها احطها في فايل سي اس في. السكريبت بسيط، مش محتاج ان انت تكون شاطر في البايثون او حتى تكون اوير بيه، ولكن لو في حاجه علقت منك زي ما قلنا ممكن تروح ل دبليو سي في سكولز. ده الفايل باس، اليوزر هو اللي هيكتبه. ممكن تديله تحط الفايل في نفس المكان اللي انت بترن منه السكريبت وتكتبه على طول، او ممكن انت تكتب له الباس عادي براحتك. انا حاطه مكان مع السكريبت. ده الريدنج بتاع الفايل، ولكن انا هنسميه دومين سي اس في، فخليني اسميه مثلا اي بي سي اس في. انا كنت سميه دومين، تمام. ده البارامتر اللي هياخد الداتا من السي اس في فايل اللي انا كتبته له هنا. بعد كده هحول الفايل ده، او هحول الفايل اللي انت هتحطه هنا في الباس، هحوله لليست. هقول لست عشان اخليه يتهارد كود في الكود وابتدي ان انا اشتغل عليه، فهيبقى اسرع، يعني احسن ما اقعد اريد من الفايل كل شويه. لا، انا بحوله لليست هنا الاول وبعد كده بتعامل معاه في الكود بالطريقه دي. ده الاي بي اي كي، ده الكي بتاعي في على ابيوز، على ابيوز اي بي داتا بيز. هو فري، انت تقدر حضرتك تلوجن، وبعد ما بتلوجن بتقدر ان انت تشو الاكونت بتاعك هنا كده. تمام اكونت، هتلاقي هنا الاي بي اي، اي بي اي اهو، هتلاقي الرقم ده الديجيتس دي، هتاخدها كوبي بيست هنا كده. ده اليو ار ال بتاع ابيوز اي بي داتا بيز علشان تقدر اي بي اي، عشان تقدر تتكلم على الاي بي اي بتاعتها. سي اس في كولومز، دي الكولوم اللي هترجع لي في الجيسون، يعني دي الكولومز اللي هترجع لي في الجيسون. انا هنا هبتدي ان انا هرايت هنا الهيدر ده الاول اللي هو الكولومز دي. زي ما انت عارف ان السي اس في بيكون فيه كولوم، صح كده؟ السي اس في فايل عموما بيتكون، او الاكسل شيت بيكون عليه كولومز كده، وبتبتدي ان انت تكتب له الهيدر بتاع الكولوم، او مثلا النيم، الديت، كهكذا. هنا مثلا في الاي بي ادرس، في الاي بي ده بابليك ولا لا، الاي بي فيرجن ايه، الاي بي ده وايت ليست ولا لا. طبعا لو فولس يبقى الاي بي ده ون في مشاكل. الكونفيدنس بتاعت الريزلت دي ايه، الكانتري بتاعته ايه، استخدامه بيستخدم في ايه، الاي اس بي، دومين، هوست نيم، توتال ريبورتس، ريبورت اتعمل له ريبورتنج كام مره، يعني الناس عملوا له ريبورتنج كام مره.
اليوزرز اللاست ريبورت ريبورتد امتى، عند نمبرز اوف يوزرز هنا ده لاست اتعملوا ريبورتنج امتى، اخر مره اتعملوا ريبورتنج دي بقى احنا، فده ده اللي احنا هنحطه في الهيدر بتاع الهيدر بتاع الكولومز. تمام، دي الهيدرز بتاعت الكوميونيكيشن، وانا رايح بكوميونيكيت في هيدر للاتش تي تي بي هيدر، فانا هحطها هنا طبعا، فيها الاي بي اي اللي انا اصلا عرفتها فوق، وفيها ان الداتا اللي انا هعملها اكسبت، انا هاكسبت منه جيسون. بعد كده هفتح فايل طبعا ده ديكشنري كي وفاليوز، بعد كده هفتح الفايل سي اس في اللي هو اتسايب فيه الداتا، هعمل له ابند، لو عملت رايت لو الفايل موجود هيتدلت، لو ابند معناه ان هو لو موجود زود عليه، انا بس يعني ممكن انت تنسى مثلا ما تدلتش الفايل تكون انت محتاجه، فانا مش عايز نستخدم رايت، بحب استخدم ابند دايما. نيو لاين في بايثون فيرجن 3 لو انا ما عملتش نيو لاين دي هيكتب في سطر الداتا، هيكتبها في سطر ويسيب سطر ويكتب داتا، ويسيب سطر ويكتب داتا، فنيو لاين بيديليت اللاين اللي هو الفاضي ده. از فايل سي اس في ده اليس هستخدمه تحت عشان اسهل على الناس اللي مستخدم الكلام ده كله. ايه تاني؟ الرايتر ده بارامتر اللي هرايت بيه في الفايل، هنا هرايت هحوله هستخدم الفانكشن بتاعت الديكشنري، وادي له الفايل اللي هيفتحه، وبعد كده هقول له الفيلدز نيم اللي انا اصلا اوريدي كتبتها فوق، فيبتدي ان هو يرايت الهيدر ان هو الايه الفيلدز نيم دي. تمام كده؟ تمام. بعد كده هبدا لوب، هروح اتشيك يعني كل حاجه موجوده جوه الليسته دي، الليسته اللي هي دي، فاي دي معناه ان كل اي بي جوه الليسته دي هروح اتشيك عليه. البارامترز طبعا اللي احنا هنستخدمها اي بي، الاي بي ادرس اللي هو الايه الاي، وبعد كده الماكس ان ديز، يعني ايه ماكس ان ديز او ماكس سوري ماكس ايدج ان ديز، معناها ان اخر يعني اخر ريبورت كان من 90 يوم، يعني بمعنى مثلا انا عندي واحد عمل ريبورت على الاي بي ده، واحد دخل قال ان الاي بي ده سكاننج مثلا، قال ان هو سكاننج من 120 يوم، فخلاص انا مش هجيب لي ريزلت هنا، انا اخر هنا 90 يوم، عايز ازودها زودها، ولكن انا اصلا بنصح انها تبقى 30 يوم يعني، بس انا خليت 90 يوم عشان لو انا محتاج مثلا ريزلت اكتر كده، بس انا المفروض تبقى 30 يوم، لان انت عارف ان الاي بيز ممكن تتغير تروح لاونر تاني، بس انا خليت 90 يوم هنا، انت عايز تزود زود، عايز تخليها 30 خليها 30. بعد كده ده بقى الريكوست اللي انا هروح ده ريسبونس داون، يعني بارامتر اللي هروح اجيب بيه الداتا، فانا هروح ريكوست دوت جيت، طبعا انت عارف المفروض الاتش تي تي بي ميثود جيت دي ميثود من الاتش تي تي بي ريكوست ميثود، ابتدي اروح ده اليو ار ال اللي انا كاتبه اللي هو بتاع اي بي اي، الهيدر اللي هي الهيدرز بتاعتي اللي هي الاكسبت جيسون والاي بي اي كي والبارامترز اللي هو ايه الاي بي والماكس دايز. بعد كده هحول الداتا دي لايه لجيسون، وبعد كده هاخد منها الكونتنت علشان اقدر اخد الكونتنت اللي هو موجود ايه في الداتا نفسها. بعد كده الداتا دي هو في مشكله في الـ او مش مشكله، هم الطريقه بتاعتهم كده يعني، هو في الجيسون لو انت فاهم جيسون هتفهمني، لو مش فاهم جيسون عادي يعني سكيب ما تركزش. الفكره ان الداتا هنا هتيجي كي جواه كيز اللي انا اصلا هستخدمها، فهنا انا باخد الكيز كي بتاع الداتا بقراه في البارامتر ده عشان اقدر اتعامل معاه تحت. بعد كده هفتح الفايل اللي انا اصلا كنت فاتحه فوق، وبعد كده طبعا انا بص انا كتبت هنا الهيدر الاول وبعد كده فتحت اللوب، لو كنت كتبت الهيدر او كتبت الكولومز فتحت اللوب كان كل مره هيفتح هيكتب كول كل هيكتب الهيدرز هيكتب اسم الكولوم، انت فاهمني؟ فكده ده مش هيبقى كويس يعني. بعد كده هيبتدي ان هو يفتح الفايل هيأبند برضو، هيبتدي ان هو مش هيبتدي اللاين يخلص، هيبتدي ان هو يعني مش هيبقى فيه لاين مليان ولاين فاضي، لا مش هيبقى فيه بلانك لاينز از فايل سي اس في اللي احنا اوريدي اصلا عاملينه برضو فوق. بعد كده هيبتدي ان هو رايت في الفايل، طبعا برضو لازم اعرف له الكيز او الفيلدز نيم، وبعد كده هرايت الروز اللي هي الايه الريزلتس اللي بتكون موجوده هنا سوري اللي هي اصلا بتكون موجوده فين في البارامتر بتاع جيسون اندرسكور مين. تعال نرن الفايل رن الكود، ابتدي يطلب مني النيم بتاع ال سوري الباث بتاع الفايل،
استنى هكتب له الباس بتاع الفايل. بص انا عايز اشوف الفايل فين. انا ده الفايل اللي انا عايز اتستو، اللي هو ibs.csv. ممكن اخدها كوبي بيست، ممكن تاخدها زي ما انت عايز. خدها كوبي بيست، لو انت اسم الفايل مثلا ممكن يلخبطك. وبعد كده ابتدي ارن. طبعا السكريبت على فايل سيرفر كان بياخد وقت، ده مش هياخد وقت، يعني مش هضطر ان انا اوقف الفيديو وارجع اشغله تاني، لا ده مش هياخد وقت، وخصوصا ان انا برن اصلا على، هوريك الاي بيز اللي انا حاططها في الفايل ده، سوري كنت المفروض افتحها قبل ما ارنه، ولكن هوريها لك بعد ما ارن. انا حاطط تقريبا 20 اي بي او 21 اي بي، خلص كمان. ودي الريزلت، الريزلت هي لسه معموله. تعال نشوف الفايل. تمام، هما كانوا 20 اي بي، حاطط هنا 20 اي بي. من شفت في يعني في ثانيه تقريبا الاي بيز كانت خلصت. وبعد كده هنروح نشوف بقى الريزلتس اللي طلعت لنا في السي اس في فايل، هاي بيوز ريزلت. بص بقى الريزلت جميله ازاي ولذيذه جدا 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 جدا. ده الاي بيز، ده بابليك ولا لا؟ لو انت طبعا في اي بي مثلا حطيته بالغلط والاي بي ده انترنال، هيقول لك ان الاي بي ده اصلا مش بابليك، الفيرجن فيرجن 4 وايت ليستد فولس، دي معناه ان الاي بي ده مليشيس. ابيوز كونفيدنس، كونفيدنس دي معناها ايه؟ الثقه بتاعتي في الريزلت المتقدمه دي. فانا عندي الاثنين دول الكونفيدنس بتاعهم 100، فانا لا دول ممكن انفستيجيت فيهم اكتر. يعني خد بالك ده داتا سنتر، ده بيستخدم في الداتا سنتر، فممكن يكون مثلا اتاكر واخده وبيستخدمه في السكاننج او في الكوماند كنترول سيرفر مثلا. ده الاي اس بي بتاع الاي بي ده، دي الدومينز اللي هي هوستد عليه. ده بقى الراست، ده التوتال ريبورتس. التوتال ريبورتس ده مهم جدا جدا جدا. شوف كام واحد عمل ريبورت في الاي بي ده، يعني مثلا شوف الاي بي ده تلاقي 1009 او 10009، رقم كبير جدا. اخر مره اتعمل له ريبورتنج امتى؟ فكل الريزلت دي مهمه جدا. طب تعالى ناخد الاي بي ده مثلا بقى، ده انا حاسس ان انا لا لازم انفستيجيت فيه اكتر، يعني 10009 ده رقم ضخم قوي. ف خليني اشوف هنا، تشيك ماشي. شوف فعلا الكونفدنس بتاعته 100%. ده الاي اس بي، الداتا كلها اللي احنا اصلا خدناها. طب تعال نشوف بقى الناس كاتبين عليه. بيقول لك ان ده بروت فورس اس اس اتش، ففي الغالب ده هتلاقي الكوميونيكيشن بتاعته معاك على السيرفر هيبقى بورت ايه؟ 22. الفكره منها من السكريبت ان انت ممكن تسكان 1000 اي بي يعني في ما فيش، انت فاهمني، في ثواني. طبعا وريتك الريزلت وريتك الاي بيز اللي كانت طالعه. اتمنى يكون الفيديو مفيد، شكرا جدا.